داخل الملموسة داخل الموقع السياحي واقتنائها من قبل الضيف. بالعكس كذلك تتم العملية، مجموعة السلع الموجودة الملموسة بمكان التبادل ممكن أن يحصل المستهلك بعملية الاستهلاك على مجموعة خدمات الاستفادة منها. فإذا بالإمكان التقديم معا، لكن إحنا موضوعنا هو موضوع المجال السياحي، وموضوعنا هو التسويق السياحي كيف يتم. يحدث أولا بينما التسويق التقليدي أو التسويق الصناعي يحدث في المرحلة الثالثة. هذا هو الفرق ما بين التسويقين، هل تتمكن من إتمام عملية الاستهلاك أو التعرف على كيفية الاستهلاك من قبل الضيف في المنظمات السياحية ومن قبل المستهلك في المنظمات الصناعية. شكرا جزيلا.